حضراتكم من جديد. اسمحوا لي ارحب بضيفي العزيز المخرج خالد يوسف، مخرج سينمائي والسياسي الشهير وعضو الهيئه الاستشاريه العليا. اهلا حلوه العليا دي، جبتها منين العليا دي؟ ما لسه عشان نقول احنا دي حمله مين، حمله السيسي، تبقى لازم تبقى العليا. العليا طبعا. عضو الهيئه الاستشاريه لحمله المشير السيسي. وبعدين خلي بالك انه دايما الهيئات عندنا في مصر عليا، ما تعرفش ليه، فبالتعود خلاص. مجلس يبقى اعلى وهيئه تبقى عليا على طول على طول. المجلس الاعلى للصحافه، المجلس الاعلى كده. وهنعمل مجلس الحوار الاعلى، هو المجلس الاعلى للحوار المجتمعي. لازم اعلى. لازم اعلى وعليا. خرجت من عبايه الفن للسياسه ليه؟ ما خرجتش، كملت. او يعني خدت الاثنين قصاد بعض او مع بعض؟ لا، يعني ناس كتير قوي يعني اللي ما يعرفوش انا كنت بعمل ايه قبل الفن بيندهش شويه من انغماسي في السياسه. يعني انا جاي من شارع السياسه لشارع الفن، خدي بالك. يعني انا كنت في الحركه الطلابيه في الثمانينات، احد قياداتها اللي موجوده في وقتها، كنت رئيس اتحاد طلاب جامعه. كنت بعتقل عادي جدا، مثل كل الشباب المناضلين في وقتها. وبمارس عمل سياسي من وانا صغير جدا، من ايام انتخابات خالد محي الدين سنه 76 وانا عندي 12 سنه كده ولا 11 سنه. كنت بلف معاه الدايره كده وهو ماسكني في ايده. فطبيعي ده حاجه. الامر الثاني اللي عايز اكد عليه ان انا ما بشتغلش بالسياسه، ان الامر اللي مطروح الان على مدار 3 سنوات ونصف كان امر يخص الوطن، مش قضيه سياسيه، قضيه وطنيه. كانت قضيه تتعلق بتحرر هذه الامه من نظام فاسد ومستبد، ثم من نظام محتل. وبالتالي كانت القضيه قضيه وطنيه، ما كانتش قضيه سياسيه فيها تحزب واختلافات في الراي. انا رايي ان دي كانت قضيه تهم مستقبل هذا الوطن، ومستقبل الوطن ده يعني مستقبل ولادي. وبالتالي الامر يخصني بشكل مباشر زي ما يخص ملايين المصريين. فيعني ان انا انغمست لاحساسي بالمسؤوليه، إن المستقبل كله يتشكل الآن، ها هو المستقبل يتشكل الآن، فلابد أن نسهم جميعا في إن تبقى ملامح الطريق مضبوطة. طيب خليني أقول لحضرتك إنه لغاية آخر خطوة كان دور للوطن وليس دور سياسي، بمعنى التحزب يعني. يعني حتى لغاية المشاركة في الدستور ولجنة الـ50 وكل الخطوات اللي حضرتك شاركت فيها والمحتل زي ما حضرتك وصفته، كل ده دور للوطن. لكن عضو في هيئة استشارية لحملة السيسي في النهاية وعنده مرشح آخر، إذا ده نوع بقى من الاستقطاب. هنا لا تتحدث الوطن، تتحدث لا والله شخص سياسي في مواجهة شخص آخر سياسي، أو حزب قصاد حزب، أو هيئة قصاد هيئة. والله هو انحياز وطن في الأساس، ما هو انحياز له أي علاقة من قريب ولا من بعيد بالتحزب السياسي. هو أنا شايف مصلحة الوطن فين؟ زي ما كنت شايف مصلحة الوطن في 2012 لما كان في 13 مرشح، كنت شايف مصلحة الوطن، قد أصيب وقد أخطئ، ولكن أنا شايف مصلحة الوطن في وقتها إن كان حمدين صباحي هو الإنقاذ. هو الشخص الوحيد في الـ13 اللي هيقدر يحط البلد دي على العتبة الديمقراطية الصحيحة ويحطها على طريق أهداف الثورة، تحقيق أهداف الثورة. الآن الخطر مختلف، المعادلات اللي على الأرض اختلفت، وهي أن الوطن بيتهدده خطر يمكن أكبر من الأخطار اللي كانت بتتهدده على مدار 7000 سنة، ولست مبالغة. أول مرة أنه دايما بنبقى احنا مهددين من عدو خارجي ومن جهة واحدة، يعني بتبقى البوابة الشرقية هي اللي عليها المشاكل، سواء يجي منها من أول الهكسوس للتتار للمغول لإسرائيل أخيرا، البوابة الشمالية اللي يجي منها الإنجليز الفرنساويين إلى آخره. المرة دي أنت مهددة من الأربع جهات الأصلية ومن الداخل، فأنت عندك لأول مرة في تاريخ مصر تبقى مهددة هذا الخطر اللي بيهدد كيان الدولة، دولة مصر، مش النظام السياسي في مصر، الدولة نفسها يريد أن يسقطوها، سواء في مؤامرات دولية، سواء في ناس من الداخل شايفة أن مصلحتها أنها تهد هذه الدولة. في هذا الفهم لهذا الإطار، انحيازي جه حفاظا على هذه الدولة، أن الدولة دي لازم تبقى ولازم تفضل واقفة على رجليها. طب هل معنى كده أنه حمدين ما كانش هيحقق وحدة الدولة ولا لا يحقق كل حاجة؟ بس ما احنا زي ما احنا قلنا كده من أول الحملة، الحمد لله أن احنا الآن أمام اختيارين ما بين الحسن والأحسن، ما بين الصالح والأصلح. ما احنا اتحشرنا في اختيارين كانوا قلنا كوليرا أو طاعون، وقلنا
ما فيش حد في مصر ما كانش بيسال السؤال ده اللي هو من الاقل ضررا. عمر ما حد سال في لما اتحشرنا في مرسي وشفيق ان حد قال مين الاحسن. كلنا كنا بنقول لا ده اقل ضرر، والتاني يقول لك لا والله التاني اقل ضرر، ونقعد نحلف ان ده اقل ضرر، ما حدش قال مين احسن. المره دي احنا بنتكلم على الحسن والاحسن بجد. حمدين لا يقدر، انا ما بقولش، انا مش معنى ان انا داعم للمشير السيسي ان انا هقول لك حمدين لا يصلح. ايه الميزه النسبيه اللي عند السيسي رجحت؟ هقول لك. وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك اذا كنت هتعول على قرار السيسي لا التاريخي هيقول لك ما هو ما جاتش لحمدين فرصه مناسبه ياخد قرار. في هناك فرق بين من دور انت اديته فاصبحت بطل شعبي وما بين مواصفات رئيس هيحكم البلاد. يعني ممكن المشير السيسي يؤدي هذا الدور العظيم ويخش التاريخ من اوسع ابوابه ويظل بطلا في قلوب المصريين ولا يصلح رئيسا، وارد. صحيح. لكن ممكن يصلح الاثنين، وارد. انا اقول لك ليه يصلح. دايما في لحظات الخطر لما بتشبهي كده بشبه لك الوطن ببيت الاخوات بيتخانقوا فيه ولا في مشاحنات بينهم ويجي عدو خارجي عايز يقتحم البيت، بينسخ لفاتهم وبيروحوا كلهم يتصدوا ككتله للعدو الخارجي، مظبوط؟ صحيح. طيب اللي حاصل في هذا الوطن ان محتاجين التكتل ده، محتاجين الكتلة البشرية المتماسكة. من الذي سيحقق الكتلة البشرية المتماسكة في مصر الآن؟ أنا بتصور المشير السيسي، بمعنى أنه لديه تأييد شعبي لم يحدث لأحد في تاريخ مصر باستثناء عبد الناصر. لديه رضا وإحساس بالانتماء من قبل مؤسسات الدولة كلها. فهنا في تكاتف شعبي ورسمي ومؤسسي حول هذا الرجل في التصدي لهذه الهجمة اللي بتهدد كيان الوطن نفسه. فهنا الأليق بالنسبة لي، أو مش الأليق، الأقدر أنه يتصدى لهذا الخطر ويلم المصريين حواليه المشير السيسي. ممكن حمدين قادر، ما بقولش أنه مش قادر، ولكن هل المصريين هيلتفوا حوالين حمدين نفس الالتفاف؟ أنا أشك. هل ما هيجي حمدين الناس هتسلم وهتبقى متكاتفة، ولا فيها من يحاول أن يسكته ومن يحاول أن يعمل له قلاقل ومن لم مش السيسي طبعا اكيد له ناس معارضين، بس مش بالكثافه اللي تهز الوطن او تهز استقرار الوطن. حمدين عنده انحيازات في الوطن، استقطابات تخليه اكثر عرضه ان البلد ما تبقاش مستقره، ما تبقاش ملتئمه. الالتئام الواجب في لحظات الخطر. عشان كده اللي قاله استاذنا هيكل عن مرشح الضروره، هو لديه الحق مع تحفظات البعض ان يعني ايه كلمه الضروره، يعني احنا هنعصر على نفسنا ليمونه تاني. لا، مش بمعنى هيكل لما قال كلمه الضروره قالها من المنطلق اللي انا بتكلم عليه، خطر يتهدد الامه محتاجه شخص مؤهل وشخص يلتف حول المصريين لمواجهه الخطر. فهنا في ضروره، مش فكره بقى عصر ليمونه زي ما ناس فسرت كلام هيكل على انه فيها عصر ليمون. قعدتك مع السيسي في ملامح السيسي مع بص ما بتغلطنيش، ما تزيدش عليا الله يكرمك. زيد عليك بهزر معاكي والله. هو المفروض يتقال عليه اللي عادي السيسي، اللي بنقول على عبد الناصر عبد الناصر. بالظبط بالظبط. بس انا بهزر. وبعدين الاحترام اصله في القلب يعني. دعابه دعابه. طيب دعابه. نكته نكته نكته. طيب قعدتك مع المشير السيسي لمست فيه تفاصيل او يعني ملامح المدير القوي؟ لمست فيه حاجات الشعب ما قدرش يحسها لسه، او لسه يعني عشان ما خلي بالك برضه ما بيتكلمش كتير قوي هو، فاحنا برضه مش عارفينه قوي. لمست فيه انه اداري جيد، انه بيستمع كويس، انه عصبي على طريقه العسكريين، متعصب لوجهه نظره، لا بيستمع للكل. يعني عايز افهم الملامح. اقول لك اخر لقاء مثلا استمر 4 ساعات. تمام. الاربع ساعات هو اتكلم فيهم نص ساعه، يعني سمعنا 3 ساعات ونص. تمام. فاول حاجه انه بيستمع. الكلام اللي هو يمكن كنا فيه وجهات نظر متعارضه وهو بيحط قيد الاختبار ومش موافق عليه قوي، قعد يناقشه اكتر من الكلام اللي احنا موافقين عليه. اكتر بكتير. فهو حتى الكلام اللي هو مش عاجبه بيقعد يناقشه كي يقتنع او يقنعك. تمام. طيب فاستماعه للراي خير
لا أرجوك السوق حر والتي صار لا ما في المجموعة اللي كلها ما فيها هو تقريبا قريبة من بيزود فيه بيقلل فيه احنا لا يعني بجد ما نعرفش يعني احنا اديناه تصورنا وسبتوه وسبناه وناقشنا فيه وقلنا له وهو في الاخر بقى هل في دوائر اخرى يستشيرها في البرنامج وارد هل في دوائر اخرى غير دائرتنا انا بقول لك وارد وارد لا يعني مش باكد لك حاجه هو بياخد الحاجه ديت ويشوفها لان احنا قعدنا معاه قبل ما نعمل البرنامج ده عشان نفهم توجهاته ورؤاه وانا وحاولنا بقدر الامكان نعمل اتساق ما بين الافكار ورؤاه ورؤيته للوطن ده تكون متسقه مع البرنامج اللي احنا بنصيغه لان هو ادانا حجم الحاجات اللي جات له من البني ادمين في مؤسسات مش مؤسسات حكومه يا حكوميه يعني في جهد اهلي وفي جهد اشخاص مقدمين مشروعات ومقدمين برامج والى اخره حط قدامنا كل هذه الاوراق وشرح لنا ما هو يفكر فيه وصغنا خده يعدل فيه بقى يشطف فيه يضيف ليه هو مسؤول عن ما سيقدمه يوم السبت او الحد مش احنا المسؤولين على فكره احنا ما قدمناش رؤانا وهذه الرؤى ملزمه
بس الرؤى دي مش هتحسب عليكم 100%، مش هيطلع حد لو معترض على حاجه يقول لك ايه اللي السيد عمرو موسى والاستاذ خالد يوسف ودكتور هاني سري ودكتور عبلة عملوه ده ده كذا، يعني انت هنا بتبرأ نفسك. لا مش ببرأ بالصيغه النهائيه للبرنامج انتقاد. لا انا لا انسب فضل لنفسي، مش ببرأ نفسي، بمعنى ان ممكن يكون خد الكلام بتاعنا ويكون في 60% كويس و40% كلام فاضي، فيشيل ال40% ويحط من عنده مثلا يعني. تمام. فانا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه، لا اتحمل مسؤوليه ولا ادعي شرف ان احنا عملنا البرنامج بتاع السيد المشير. ايه حقيقه ان جزء كبير من البرنامج فيما يخص التقسيم الاداري لمصر والتخطيط وما شابه عامله رجل الاعمال منصور عامر؟ لا مش صحيح. مش صحيح؟ لا مش صحيح. ما اتخذش منه اي حاجه؟ لا. يعني تقدم وما اتخذش، ولا غير صحيح انه تقدم اصلا؟ لا انا ما عنديش اسماء. ما عنديش اسماء، لكن في مشروعات اتقدمت لنا، في مشروعات من اقصى اليمين لاقصى اليسار. يعني في مشروعات برامج واصله للتأميم، وفي مشروعات برامج بتحول مصر لعزبه لدوله رجال الاعمال مره اخرى. بس في مشروع خاص بتقسيم وفيما يخص الاعمار والتخطيط التقسيم الاداري والتسمير والتقسيم الاستثماري. ده فكره قديمه، ما هياش فكره. مين اللي عاملها؟ ده فكره قديمه من ايام مبارك بيتكلموا فيها، يعني ما هياش بنات افكار شخص. يعني فكره ان انت تعيدي تقسيم الخريطه الاستثماريه والخريطه الاداريه لمصر، ده طب من طبيعة الامور بعد اكتر من 60 سنة من الخريطه الاداريه ما اتغيرتش. فدي مش فكره اصلا بتاع شخص يستطيع ان يقول ان هي بتاعته. لا. دي فكره مطروحه في السوق تقريبا نتاج عقل جمعي من فتره طويله، وهي الحاجه ام الاختراع، ان احنا بقالنا 60 سنة في تقسيم اداري محدد لم يتغير، والسكان زادوا من 20 مليون بقوا 90 مليون. وبالتالي انت لازم لك خريطه استثماريه اخرى وخريطه اداريه اخرى. تمام. بس عندنا معلومات انه مش هو اسمه منصور عامر اللي هو بورتو مارينا وبورتو السخنه وصح؟ انا قلت منصور عامر. يعني قيل ان هو تقدم بده وانه ده هيبقى جزء من قيل انا مال انا بقى من الهيئه الاستشاريه اللي بيتعرض عليكم كل حاجه، كل المشروعات دي ثبت عندكم وقريتوها وعملتوا صياغات لحاجات وحطيتوا انتوا تصورات. احنا ما جات لنا الافكار بتاعه المواطنين والمواطنات المحترمات والمحترمين ما جات لناش باسماء ناس. ما جاتش باسماء ناس. ايه حقيقه ما نشر في جريده الوطن انه الفريق محمود حجازي قعد ودرس معاك واعترض على حاجات، واظن حضرتك تابعت هذا الخبر؟ غير صحيح. بالمره؟ غير صحيح تماما. ما التقطوش الفريق محمود حجازي ولا مره؟ انا شفت الفريق محمود حجازي كذا مره. لا ضمن ضمن الحديث عن البرنامج الانتخابي على او ما شابه، لكن جلستك معاه كانت بشكل؟ لا كانت ايام من 30 يونيو لغايه دلوقتي قابلته ثلاث اربع مرات في التوسط في المخرج الكندي اللي كان محبوس. كان في مخرج كندي، كان في شباب مقبوض عليهم غلط، كان في اتقبض عليهم في المخابرات، في ناس يعني كده كنا بنوضح المواقف، وكانوا هم طالبين مننا ان احنا ندي داتا مظبوطه، عشان الدنيا كانت زي ما انت عارفه بعد 30 يونيو وبعد فض رابعه وكده كانت الدنيا بايظه يعني. فكان في اكيد في اخطاء بشريه بتحصل يعني، فكنا دايما بنروح في الاطار ده، رحنا كذا مره يعني المخابرات الحربيه والامن الوطني والوزاره الداخليه لمؤسسات الدوله المختلفه في محاوله لتهدئه الاحتقان والمظلوم يطلع. ايه حقيقه ان اللواء عباس هو المنسق العام لكل الحملات؟ اللواء عباس ما زال موجود في الخدمه، ليس له اي علاقه من بعيد ولا من قريب بهذه الحمله. اللواء عباس موجود في وزاره الدفاع، لم يستقيل، هو مدير مكتب المشير السيسي سابق يعني ايام ما كان في وزير الدفاع. هو ما زال في موجود في وزاره الدفاع ولم يستقل ولم نراه اصلا، ويعني ملوش علاقه بالموضوع. في اي حد شخصيه عسكريه ضمن ال خالص 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 نيفر يعني. ايه اكتر حاجه ميز برنامج السيسي شايفها انه ما حدش حطها قبل كده في برنامج، ولا هلاقي العداله الاجتماعيه، تنميه الموارد، في العلاقات الخارجيه، الانفتاح على الجميع، عارف الكلام الانشاء اللطيف بتاع اليساريين ده، هلاقي كلام احسن ناس احسن ناس يا بس دايما الشعارات كبيره وبعدين اجي ادور على التفاصيل مش لاقيه تفاصيل. لا هو راجل ولا عندي برنامج فيه تفاصيل؟ لا هو هيقدم رؤيه، هو عنده برنامج كامل تصور، لكن اللي هيقدمه للجماهير رؤيه عامه، لانه صعب ان انت تقعدي تتكلمي على برنامج بتفاصيله، لان انت عندك البرنامج ده رؤيه سياسيه، رؤيه اقتصاديه، رؤيه اجتماعيه، رؤيه ثقافيه، ثم عندك الركائز الاساسيه اللي هتتحركي عليها، الركائز اللي هي محاربه الفقر، اللي هي
بيندرج تحتها مليون حاجة، عدالة اجتماعية وغيره. بتتكلم على تحقيق الأمن، بتتكلم على التحول الديمقراطي، وبعدين بتتكلم على محاور في 11 محور. طب كل الحاجات دي ممكن حمدين يحطها. ايوه، ما هو كان في معالجه الكلام ده. الجمهوريه هحط الكلام. أيوة الكبير. حلو قوي. طب ما يلا اتفضلي ترشحي. الباب اتقفل بس. المره الجايه. الباب اتقفل قبل ما اجري الحق. ففي محاور لكل مشكله زي ديت. اهم حاجه خدي بالك ادراك المشاكل والبحث عن حلول ليها. اما انت تبقي عارفه الدكتور الشاطر اللي بيعرف يشخص، اللي بيعرف يشخص فين المرض واسبابه ايه عشان يقدر يعالجه. حضرتك مقتنع بهذا الكلام؟ امال انا بقوله كده يعني. لا يعني حضرتك عايز تقول لي انه بعد كل هذه السنوات كنا لسه محتاجين حد يشخص لنا الامراض؟ ده انت لو اي واحد ماشي في الشارع قلت له ايه مشكله التعليم هيقول لك 1 2 3. ايه مشكله الصحه عندنا؟ يقول لك 1. لا عندنا مشكله في التشخيص ولا عندنا مشكله في الشخص. لا التشخيص عندنا مشكله فيه. يعني لما تيجي تتكلمي مثلا مع حد من رجال الاعمال او من اليمين عن مشكله الفقر يقول لك هم اللي كسلانين. ده انا بجيب، انا عندي وظائف ب 1000 جنيه و 1500 جنيه وبدلل عليها ومش عايزين يجوا يشتغلوا الشباب. ده تشخيص، ده تشخيص خاطئ للمشكله. واخد بالك؟ لا التشخيص عليه مشكله. مين قال لك ان المساله؟ فالتشخيص موجود. ما تحط ايديك انت كرئيس دوله على كل المشاكل بتشخيصها الحقيقي باسبابها الحقيقيه. تتكلمي على الفوارق الطبقيه الرهيبه وايه اللي تسبب، ايه اللي تسبب فيها؟ ايه اللي تسبب ان احنا استلمنا البلد دي سنه 70 باكثر من 95% طبقه وسطى؟ ايه اللي خلاها دلوقتي اغنى طبقه وافقر شعب؟ لما تعرفي الاسباب هتقدري تعالجي. ده فعشان كده موضوع التشخيص مظبوط. الانحياز لرجال الاعمال والانحياز لفكره الراسماليه المتوحشه اللي حصلت في نظام مبارك، لما تكوني ده تحليلك هتعرفي تلاقي الحل. لكن لو تحليلك ان الشعب هو اللي كسلان وان الشعب ده هو اللي معرفش ايه ولازم حل المشكله فعلا، ان 40 مليون مصري دول من الفقراء دول نرميهم في النيل ونخلص منهم فالاقتصاد ينتعش، يعني هتوصلي لكده لو انت تحليلك ان الفقراء دول مقرفين. انا بتكلم على تحليل الناس المتخصصه، ما بتكلمش على العوام ولا كل والله العظيم في ناس في متخصصين، في كتب مكتوبه على النهوض بالتعليم، في كتب مكتوبه عن الصحه ومنظومه الصحه، في دراسات معموله عن التخطيط المعماري. يعني ما علينا من ده، لكن انا دلوقتي كمان عايزه اسال حضرتك على حاجه. يعني دلوقتي حضرتك شاركت في لجنه الخمسين وشاركت في برنامج اساسي، انا بجد عايزه افك اللبس ما بين الاثنين. ايه الضمانه انه هذه الرؤيه الموجوده في حمله السيسي او في برنامج السيسي ينفذها في حين ان حضرتك كتبت بنفسك مع الساده الافاضل جميعا ما نصوا انه هذا الرئيس القادم لمصر هو محدود الصلاحيه وان الصلاحيه الاكبر في التنفيذ تقريبا لرئيس الوزراء؟ انا بعمل برنامج صحيح. لايه؟ لا مش صحيح. لا كدستور السلطه فيها توازن معتمد على فكره تحديد المسؤوليه. يعني في توازن ما بين سلطه الرئيس وسلطه رئيس الوزراء والسلطه التشريعيه اللي بتطلع كاول اقتراح ليها رئيس الوزراء. فالتوازن ده انا بتصور ان هو اللي هيعمل لك اللبنات الاولى للتحول الديمقراطي. لان احنا كنا ممكن نعمله نظام رئاسي كامل بشكل كامل وكل السلطات في ايد رئيس الجمهوريه ويستطيع الشعب اسقاطه، لكن كنا هنغذي روح الاستبداد في نفس هذا الرئيس الجديد باعتبار ان كل خيوط اللعبه بيده. صحيح الشعب يستطيع اسقاطه عن طريق المادتين اللي احنا عملناهم، لكن في النهايه اللي عنده اشواق استبداد هيلاقي متاح. فاحنا عملنا التوازن ده. مش صحيح ان رئيس الجمهوريه شخص ما عندوش سلطات في الدستور، لا عنده سلطات واسعه ورئيس الوزراء عنده سلطات اخرى وفي توازن ما بين المسؤوليات. يعني رئيس الجمهوريه هيبقى له السلطان الكامل انه ينفذ رؤيه التعليم اللي حاططها في برنامجه، انه يلتزم بالموعد الزمني لتطوير منظومه الصحه اللي حاططها في برنامجه، هيقدر؟ طبعا طبعا بلا ادنى شك. وبعدين انت ناسيه ان مصر دي اقدم سلطه مركزيه في التاريخ. يعني سيبنا من الدساتير. يعني لا مش سيبنا من الدساتير، يعني لابد ان هيحصل فيه راس النظام هو اللي هيتحاسب. فهو هيعمل، بس المفروض اللي انا فاهماه من الدستور انه مش قوي كده، انه لا رئيس الوزراء هو اللي هيبقى متحكم في كل ما هو داخلي الشان الداخلي والقرارات وما شابه ذلك، ورئيس الجمهوريه مختص يعني السياسه الخارجيه والجيش وقرارات الحرب ايوه هو مختص بالثلاث حاجات دول مسؤوليه كامله ومكمله. في بقيه الحاجات هو في مسؤوليه تضامنيه بينه وبين رئيس الوزراء في كل حاجه، في بقيه شؤون يعني الدوله. يعني لو فشل رئيس الوزراء يتحمل ايضا رئيس الجمهوريه؟ طبعا هيتحمل، طبعا هيتحمل.
وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، يعني ما فيش حد يقدر يضمن ان البرنامج ده مهما كان برنامج عظيم هتمضي وراه انه اكيد هينفذه فلان. احنا لنا الواقع، لنا الشعب ده اللي بقى صاحي، واللي بعد اقل من سنه من توليه مرسي قال له اطلع بره، قال له مش ده اللي انت اتفقت عليه ولا ده اللي احنا طمحنا ليه. فالشعب ده شعب، انا بقول لك ان هو الضمان الحقيقي وليس الدستور وليس القوانين وليس وليس صحيان. الشعب ده هو الضامن لتحقيق هذه البرامج، لان لما هيطلع المشير السيسي يقول انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، الشعب ده هيصبر عليه. طبعا من ضمن مزايا انه الشعب هيصبر عليه اكتر من اي حد اخر. فبعد ما يصبر عليه شويه، لا ماشي في الطريق الغلط هيصور عليه، لا ماشي في الطريق الصح هيؤذر وهيبقى وراه. فيعني في توقيتات زمنيه محطوطه في البرنامج، توقيتات للتنفيذ؟ لا. ليه؟ لان التوقيتات مرتبطه دايما ببرامج انت التولز كلها في ايديكي. خدي بالك ان انت عندك موقف دولي مرتبط تجاه مصر، ما تقدريش يعني عشان تقدري تعملي توقيتات مثلا لتنميه سياحيه هتقدري تعمليها ازاي وانت ما عندكيش ضمانه 100% ان انت هتعرفي تصلحي الموقف الدولي في خلال مثلا 6 شهور او في خلال سنه. طب الحاجات اللي نقدر أنا فيها بديكي يعني بلاش المثال المرتبط بالخارج، للتعليم الصحه، ما هي معظم الحاجات كلها مرتبطه. احنا خلاص العالم ما بقاش قريه، العالم بقى قريه خلاص يا رانيا. فكره ان انت تبقي في بمعزل عن العالم ده وهتعملي تنميه مش هتقدري، انت دايما عندك نقاط تماس ونقاط تقاطع بينك وبين الخارج. فالتولز انت تقدري تعملي اقصى جهد ممكن، انت عايزه تحلي مشكله الفقر، فمستهدفه ان انت مثلا في خلال 4 سنين تطلعي 10 مليون من اللي تحت حد الفقر تطلعهم للطبقه الوسطى، مستهدفه ده، نجحت بنسبه 80%، طلع 8 مليون يا ستي. كاتب لي يعني في البرنامج ازاي؟ يعني حلو النوايا الجميله دي انك عايز ترفع دول من هنا لهنا. في البرنامج ازاي بقى؟ في البرنامج اكيد هيبقى موجود عندك الـ الـ الطرق الـ الـ البرنامج المحور له برامج وله مشروعات. كل محور له برامج وله مشروعات بالتفصيل، لكن هو لا يستطيع ان هو يعرض كل البرامج والمشروعات حتى اللي موافق عليها اللي احنا قدمناها واللي غير ما قدمها بشكل مفصل. لكن انت ليكي في النهاية نية رجل ناوي يحكم هذه البلاد. ما بقاش نحاسب على النوايا. ماشي، وانا بقولك انت ليكي النية اللي هو بيقولها وليكي تحاسبيه بعد الخطوات على الارض. يعني هو ده دي ديمقراطية. انا باجي هقول هعمل وهعمل 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 وهكذا. بص يا استاذ خالد، انا لقيت نفسي بلف نفس الموضوع. يعني اولا بتديني ايحاء الاول لازم احكم على البرنامج وانه المجهود اللي بذل في البرنامج يستحق الناس تنتخب على اساس برنامج، وعين ترجع تاني تقول لي نيه الرجل، اذا انا هنتخب على اساس الشخص. ليه انت بتطلعي كلامي مرتبك ليه؟ انا كلامي واضح. لا انا يعني دلوقتي انا هنتخب السيسي على اساس الشخص ولا البرنامج، ايهما اقوى؟ الاثنين. انت مواصفات الشخصيه الشخص بتبقى مهمه جدا في الاختيار والبرنامج اللي بيقدمه. بفرض دلوقتي انا هنتخبه على اساس البرنامج، يبقى لازم الرؤيه تبقى واضحه، التوقيت الزمني يبقى محطوط عشان اقدر احاسبه. يعني لو قال لي انا استهدف ان انا ارفع 10 مليون من تحت خط الفقر، خلص اول دوره وما رفعهمش، تاني دوره يقول لي ما انا ما قلتلكوش امتى. لا ما انا مش اللي اتلسع في الشوربه. لا يا صديقتي، ما هي الحكايه مش بالقسوه ديت، ان انا لازم اقدم لك 10 مليون هطلعهم. ده انا اديتك مثال. يعني بقول لك لو البرنامج ده بيبقى فيه طياته مستهدف بالدراسه الاقتصاديه انه هيطلع 10 مليون. ممكن يطلع بيرفكت فيتنفذ مظبوط فيطلع 10 مليون، ممكن يطلع اقل شويه فيطلع 8 مليون، ممكن يطلع اقل شويه فيطلع 6 مليون، المهم ان انت تبقي ماشيه في الكارير المظبوط وبتبذلي اقصى طاقه. في معوقات بتحصل للتنميه؟ هتحصل معوقات، المعوقات دي هتأثر بنسبة قد إيه؟ كل ده هنكتشفه، ولكن هل إحنا هنبقى ماشيين في الطريق المظبوط بقيادة السيسي ولا لأ؟ ده اللي هيكتشفه الشعب، ده اللي أنا بقوله لك، مهما كان قصدي ببرامج اللي هيبقى الحكم في الحكاية الطريق، زي ما إحنا كده كنا بنقول أيام مرسي. يعني التنفيذ مش البرنامج. لا، البرنامج وتنفيذه. البرنامج أهو أنا بقول لك، أصل البرنامج برضه هو إعلان نوايا في النهاية، إعلان نوايا. أنا منحاز للفقراء، أنا عايز مستهدف إن أنا أقضي على الفقر، مستهدف ان انا اصلح التعليم، عندي بروسس معينه لاصلاح التعليم هي كذا وكذا وكذا وكذا. ممكن وانت في الطريق حتى وانت بتصلحي التعليم تلاقي في حاجات انجع من اللي انت كنت متصورها في البرنامج بالخبره العمليه تقدري تطوريها. يعني ما هواش قران البرنامج هيتنفذ بحذافيره، واذا ما تنفذتش انت بتحاسبيني. انا ماشي بالمستهدف بالتارجت.
ما كنا بنحاسب مرسي لما كان بيقول 100 يوم العداد. ده هو والله العظيم اللي قال، ما احنا اللي اجبرناه ان هو يقول 100 يوم، هو اللي قال 100 يوم هعمل وهعمل وهعمل. وبعدين المصريين ما صاروش على محمد مرسي عشان هو في ال 100 يوم لم يتمكن من حل مشكله الطاقه ولا مشكله الزحام ولا مشكله المرور. هم صاروا عليه لما شافوه هو متفق يروح معاهم اسكندريه، لقوه رايح اسوان. بس اتجاه يعني مختلف خالص، لا اتجاه تماما مختلف. هو راجل المفروض يشوف يهتم بمصالح الناس، لقوه مهتم بمصالح الجماعه، لقوه عمال يعمل حاجه اسمها اخوانه ويسيطر على مفاصل الدوله وسايب الناس عماله تزداد فقر. يعني لقوا الدنيا في اتجاه مخالف. هو ده اللي المفروض احنا موضوع مرسي مش ما اعتقدش انه متكرر، لان مفيش حد ابن تنظيم تاني لا ينتمي للوطنيه المصريه. يعني هم الاخوان المسلمين فقط من ابناء هذا الوطن اللي ينتموا لمشروع غير وطني. لكن اي حد هيحكم البلد ديت زي المشير السيسي هيبقى عنده برنامج واضح، وهيبقى نجاحه هيتحدد على قدرته على تنفيذ هذا البرنامج، قد ايه منه هيقدر ينفذه. وانا بتصور ان هو لو نفذ نص البرنامج ده المصريين هيبقوا مبسوطين، لانه عارفين ان هم ماشيين في الطريق المظبوط. خدي بالك المصريين محتاجين ايه؟ المصريين محتاجين طاقات الامل، اللي هي صناعه الامل. ما بنتكلم كده ان يبقى في القلب مفعم بالامل، ان انا عندي امل في ان اللي جاي احسن، وان البوصله ان البوصله سليمه، ان انا ماشي في الطريق المظبوط. هل يستطيع لو المصريين وحده انه يحدد البوصله وانه يسير، ولا محتاج الى لا محتاج رجال. جهد كل المصريين، ومحتاج رجال وسيدات حوله مخلصين، ومحتاج كل طاقات المجتمع لابد ان تتفجر. هيختار يعني بمعرفتك بطبيعه شخصيته عن قرب، يختار اهل الثقه ولا اهل الكفاءه؟ لا اهل الكفاءه بلا ادنى شك. ليه ناس كتير طلعت وقت تشكيل الهيئه ان كل اللي كان له مواقف من ثوره 30 يونيو وخالد يوسف عشان صور الثوره وعمرو موسى علشان دعم ازاي وفلان، فخدوا رجالتهم. طب خدي بالك خدوا اللي دعموا الثوره. اللي دعموا 30 يونيو هو الشعب المصري كله. يعني ما كانش في ادوار متميزه عن ادوار على فكره. يعني انا بتصور الثوره دي بالذات ما كانش فيها دور يفوق دور الشعب المصري كله، من اول لو سميتي اللي انت الاسماء اللي بتقولها دي. بتطلعوا اكتر في التلفزيونات يعني. ايوه بما فيهم اللي بيطلعوا في التلفزيونات، جهدهم مش اكتر من الناس اللي وقفت في الشارع. يعني ما فيش حد، دي كانت حركه شعبيه بالشكل العلمي لكلمه حركه شعبيه او ثوره شعبيه. فما ما هوش. وبعدين احنا الناس المصريين دول ما كانوش نازلين عشان يجيبوا السيسي رئيس جمهوريه فبيرد لهم الجميل. المصريين نزلوا عشان يحرروا بلدهم. كون ان هو اشتم في مجموعه ما حاجه معينه هو راها واستشارها، ده ما لا يقلل بانه عنده مجموعات اخرى يمكن لم يستشيرها، ويمكن تكون اعظم ألف مره من المجموعه ديت. البلد فيها طاقات مذهله، وهو ده اللي بيحاول يعمله دلوقتي. يعني شوفي حجم المقابلات اللي هو بيعملها مع العلماء ومع الناس الخبراء في كل مجال، هتعرفي ان هو بيحاول يستشير على قد ما يقدر اكبر طاقات ممكنه في الوطن. هل المشير السيسي مقتنع انه في شريحه من الشباب، شريحه مش الشباب كلهم، مش معاه، في خلل في طبعاً التواصل معاهم؟ مقتنع؟ حاسس؟ طبعا حاسس ان في خلل؟ طبعا طبعا، وعارف ان في مس كوميونيكيشن، يعني في عدم تواصل بينه وبين مجموعه من الشباب، وهو مصر ان يصحح ده، لان هو عنده ادراك لقيمه الشباب في بناء الاوطان، وعارف انه من غير الشباب دول ما يكونوا طاقه فعلا للبناء هتبقى طاقه هدامه. ومن ضمن الحاجات اللي حصلت في اخر اللقاء كان اتكلمنا كتير جدا على الشباب، يعني ازاي نخلق لغه اخرى مع الشباب، لان هو حابب يتواصل معاهم جدا جدا، ومصر انه يتواصل، وهيتواصل معاهم على فكره. يعني هتشوف الايام اللي جايه. بس اي شباب؟ لانه برضو الشباب ليه عندهم اعتراضات انه بما فيها الشباب الشباب اللي بيحكموا بدري وفلان وفلان. لا بما فيها الشباب، بصي هو مش مفرق، بما فيها حتى الشباب اللي بيهاجموا عايز يتواصل معاه اكتر كمان، لانه هو مش حاسس انه ضدهم، هو مفهوم غلط. هو بيحمل كل خطايا النظام السياسي في مصر على مدار العشر اشهر، وده ظلم باين. يعني ده الناس بتحمله يا شيخه القانون بتاع القانون اللي صدر من 3 4 ايام بتاع قانون تحصين القرارات فيما يخص الاستثمار، وهو مش في الحكومه اصلا، بيحملوه اكنه هو اللي عامله. يعني وده ظلم باين بجد. انا بكلمك بشكل حقيقي، انا ضد هذا القانون اهو. يعني انا واحد اهو في الحمل او في الداعمين للمشير، وبقول لك انا ضد هذا القانون كما كنت ضد قانون التذاكر. هل تحلم بمنصب سياسي؟ لن، بصي لو لقيتيني في منصب سياسي قولي عليا افاق، لان انا مش هاخد منصب سياسي ولا هاعين
في منصب لا وزير ولا غفير. طيب. يعني عشان بس اخلصك من المساله دي انك تقولي لا مش تعمل سؤال مطروح يعني بالظبط انا سؤال مطروح عشان كده انا بجاوبك عليه بكل حده. بقول لك بشكل حاسم لن تجديني في منصب معين من قبل الرئيس او الوزير او الرئيس الوزراء او خلاف. يعني منصب انتخابي جئت بالانتخاب ده امر اخر. انتخاب ده حاجه قصه اخرى ملهاش علاقه بالسلطه. لكن انا ليه سالتيني ليه؟ هقول لك انا ليه من غير ما تساليني. قولي ليه. ليه؟ لان انا في النهايه قدري ان اكون مخرج، والمخرج لابد ان يستلزم ان يكون مبدع. والابداع حركه الابداع نفسها هي الحلم بواقع اكثر جمالا. فاللي بيحصل ايه؟ ان انا ببقى متصادم مع الواقع حتى لو كان جميل. لازم ابقى عندي رؤيه نقديه في اللي موجود اقول بس انا عايز اجمل. وانا لو كنت ايام جمال عبد الناصر وانا راجل ناصري كنت هبقى على يسار، هبقى ضد نظامه او مش ضد نظامه، بمعنى معارضه رشيده ضد النظام. ليه؟ لان ده دوري. يعني انا ما اعرفش لا اجيد قدام السيسي بتعترض وتنتقد قراراته. صدقتي انا السيسي ينتخب رئيس جمهوريه بكره، بعد بكره ستجديني في صفوف المعارضه. ليه؟ لان هو ده الدور اللي انا بعرف اعمله. انا مش دوري، لان لو انا بقيت في خندق السلطه انا مش هقدر اعمل اكتر من ان اقول ليس في الامكان ابدع من مكان. وهأكرس طول الوقت ان القرارات صحيحه وهدافع عن قرارات السلطه مظبوط. انا الدور ده ما اعرفش اعمله، يعني في ناس تعرف تعمله بحرفنه، انا ما اعرفش اعمله. انا اللي اعرف اعمله ان انا اعترض. عارفه ولدت لاعترض ديت الجمله الشهيره دي؟ انا بعرف اعمل ده كويس. واي حاكم وطني حقيقي بيبقى محتاج المعارضه، بيبقى محتاج عين اخرى تقول له لا انت غلطان، عشان يعني ما هو فيش حد بيمتلك نواصي الحكمه وواحد بيبقى عارف ان كل قراراته صائبه والا يبقى مجنون. طيب سؤالنا في الفن بعد ازمه حلاوه روح والحديث عن اخلاق المجتمع المتدنيه بسبب السينما وحديث المبدعين عن ان هذا حريه ابداع. نعم. الخلاف وتدخل طبعا قرار رئيس الوزراء، اشرح لي كده رايك في الموضوع كله. بصي وفك لي اللبس ما بين الاخلاق وما بين حريه الابداع. بصي انا هحلها لك ببساطه. في زمن فائت في الخمسينات والستينات كنا لما يبقى في عمل خارج على تقاليد المجتمع وادابه امنع هذا العمل. فتحمي ايه؟ فتحمي شبابك ومراهقينك من هذا العمل اللي هيخرج جيل مشوه، مش كده؟ دلوقتي لا تستطيع. يعني المنع طريقه للترويج اكثر منه طريقه للمنع. صحيح. اذا المنع خطر، عشان كده انا ضد القرار. اي مصادره لاي منتج حتى لو هذا المنتج مش خرج على على تقاليد المجتمع، خرج على المقدس عندنا. انا كمان انا اقول لك ليه، اقول لك ليه. مش ايمان بالحريه وبس، لا، يقين بالمصلحه. يعني ايه؟ ان انا دلوقتي طلعي بيان النهارده يهاجم الفيلم الفلاني من مؤسسه مثلا زي الازهر. مصر كلها تدخل، مصر كلها هتشوفه. يعني يبقى انت اردت الازهر مثلا شايف في الفيلم ده خروج على تقاليد المجتمع او تعاليم الاسلام. لو انت طلعت بيان ضده في شبابيك اخرى هتعرض نفس العمل والشباب هيشوفوه، فانت افسدت هؤلاء الشباب. لو صحيح ان العمل ده هيفسد، يعني اي عمل هيفسد انت هتشاور عليه انه هيفسد. للاسف بطبائع الامور وطبائع البشر في السن ده ان الناس هتروح تشوفه على الانترنت، وده اللي حصل فيه حلاوه روح لما كان شايفه عدة آلاف. التريلر بتاعه عدة آلاف، لما اتمنع الفيلم وصل لخمسة مليون اللي شاف بيشوف التريلر. لو الفيلم ده اتسرق ونزل على الانترنت هيشوفه 20 مليون، بعد ما كان كله هيشوفه 200 ألف. اذا انا دلوقتي بمنع كي اريح، او بعمل بيان ضد، او بمنع فيلم، او بمنع منتج عشان اريح سرائري ومحدش يهاجمني، ولا انا حلفت ان ارعى مصالح الشعب؟ لو بترعى مصالح الشعب اوعى تمنع حد. قلت الكلام ده للمهندس محلب؟ انا قلته له، انا كنت اول من تحدث وقلت الكلام ده بالظبط. رد عليه؟ انا ما اصدرتش قرار، انا جالي شكوى من المركز من المجلس القومي للطفوله والامومه، حولتها للموظف المختص اللي هو وزير الثقافه، وزير الثقافه هو اللي. طيب ليه الحل ما يبقاش اصلا المصادره من الورق؟ عشان ما حدش هيشوف. يعني لو الحكومه رفضت او الجهه المسؤوله رفضت هيبقى ورق ودخل الدرج وخلاص. ما انا بقول لك، ما ده اللي انا بقوله لك، انه متى في منتج موجود مصادرته او التضييق عليه يضر ما يفيدش بمنطق حتى اخلاقي، مع اني دلوقتي طيب ما بتكلمش. بس أنا بس عادي حضرتك مع ان انا صادر من الاساس من لا الورق. لا لا انا بصي انا في عصر اصلا في سماوات مفتوحه.
وفي انترنت وابتكت زرار الطفل اللي عنده. طب انا احمي طفلي ازاي برضه؟ انت احمي طفلك بتربيتك. عندي طفل اعملي نظام تعليمي 12 سن يا صديقتي، اعملي نظام تعليمي محترم واعملي واعملي تربيه نشء مظبوطه في الاسر، هتطلعي جيل مظبوط. لكن ما ده يحصل طيب خدي بالك من حاجه، اوعي تفتكر ان في عصر ما خلاص فرض علينا التقنيات الحديثه، فرضت علينا خلاص بتكت زرار الولد بيخش يشوف افلام اباحيه. تمام؟ يبقى اذا الوسيله لو تقدر يا سيدي تقفل الدنيا زي الصين واقفل بقى كل اللي بتاع ومفيش انترنت ومفيش قنوات اعمل، لكن انت مش هتقدر وهتبقى متخلف لو عملت عن العصر. لو قفلت كل الدنيا، لو قفلت كل المنافذ الشبابيك ديت هتبقى متخلف عن العصر. طب اذا احنا مضطرين نتعامل مع اليات العصر، تعاملوا معاها بمنطق متحضر، اطلقوا الحريات زي ما هي عايزه واعملوا. يعني انا عارفه دور الحكومه كانت تعمل ايه. الحكومه تدعم الفيلم المحترم فيطرد الرضيع، بس ادعمي كتاب محترم واحد بيقول زي ما كان ايام كده في الثلاثينات لماذا انا ملحد، فيرد عليه التاني يقول له لماذا انا مسلم. واخد بال حضرتك؟ لو كانوا منعوا بس لماذا انا ملحد، منعوه في وقتها ومحدش رد عليه بكتاب لماذا انا مسلم، الالحاد كان زاد، لان الناس كانت هتتعافى تقرا الكتاب، ومنهم بعض النفوس الضعيفه اللي ممكن تقتنع بالكلام ده. اذا الفكره كلها ان انت عايزه تطردي الفن الرديء او الادب الرديء او ندعم الجيد، ادعم الجيد بس. لكن الحريه محدش هيعرف يقفل منافذ تاني، لازم الناس تفهم الكلام ده. بشكرك شكرا جزيلا مخرج خالد يوسف، نورتنا في الميدان، وسعيد ان انا كنت معاك النهارده، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرك جزيلا. شكرك. شكرا جزيلا، والقاكم على الف خير ان شاء الله. حلقه اول الاسبوع يوم الاحد القادم باذن الله اذا احيانا المولى عز وجل. القاكم على الف خير دائما، تحياتي رانيا بدوي، تصبح على خير.